السلام عليكم. بص بقى، لما تيجي تعملي جزء تاني من فيلم وانت ما كنتش مخطط ومش مرتب في احداث الجزء الاول انك هتعمل منه جزء تاني، انا بحس ان ده افلاس فني، وانك بتحاول تحلب النجاح اللي انت حققته في الجزء الاول. وفي معظم الحالات الجزء التاني ده بيفشل فنيا وبيخسر تجاريا كمان، والموضوع ده بيضايقني جدا، خصوصا لو انا بحب الجزء الاول. لكن النهارده انا عايز اعترف ان وجهة نظري دي طلعت غلط تماما، على الاقل في الحلقة اللي هتكلم عنها النهارده. وبعترف ان انبهرت وانا بتفرج على الجزء التاني لواحد من اقوى الافلام اللي شفتها وانا صغير، وخلتني متعلق بموضوع الاسلحه والمعدات العسكريه. النهارده هتكلم معاكم عن واحد من اهم افلام 2022، واكتر فيلم حقق ايرادات السنه دي لحد دلوقتي، محقق اكتر من مليار و400 مليون دولار. انا احمد غانم، وده ريفيو مناقشه فيلم توب جان مافريك. قبل ما نبدا الكلام، عايزك تضرب اللايك التمام وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، لان متاكد ان حلقه النهارده هتعجبك قوي. فيلم توب جان واحد من اهم افلام النجم توم كروز، واللي عمل له نقله كبيره جدا في مسيرته الفنيه في هوليوود، وخلاه يبقى نجم شباك من الطراز الاول. بيت مافريك ميتشل. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. توب جان ما كانش اول نجاح في مسيره توم كروز، كان حقق قبل كده نجاح واضح في فيلم ريسكي بيزنس، لكن توب جان خلاه في مكان تاني خالص. خلوني اتكلم بشكل سريع عن الجزء الاول من توب جان اللي اتعمل سنه 1986، وبنشوف فيه بيت ميتشل الطيار المقاتل وشهرته مافريك، وهو بينضم لتدريب في مدرسه الطيارين البحريه الامريكيه، او اللي بيسموها توب جان. الفيلم كان فيه اكشن حلو ومتقدم جدا بالنسبه للفتره اللي اتعمل فيها، وقتها كانوا بيستخدموا طيارات اف 14 في النسخه دي من الفيلم. ما اقدرش اقول ان الفيلم كان فيه دراما قويه او حبكه مميزه. مجموعه من الطيارين بيتنافسوا ما بينهم، وبيتعرف مافريك على المدربه بتاعته تشارلي، وبيكون في منافسه قويه جدا بينه وبين زميله ايس اللي قام بدوره وقتها النجم فال كالمر. ويعتبر مفيش حدث قوي في الفيلم غير موت زميل مافريك جوس، وبعدها بيكون تنفيذ مهمه صعبه وبينتهي الفيلم نهايه تقليديه. الفيلم وقتها حقق ايرادات 400 مليون دولار، وده يعتبر رقم كبير جدا، خصوصا ان تكلفته ما كانتش تتعدى ال 15 مليون دولار. مش هتكلم طبعا عن البروباجندا اللي في الفيلم، دي هخليها لوقتها، هتكلم فيها عن الدعايه الامريكيه الموجهه في سينما هوليوود. لكن خلونا بقى نشوف النسخه الجديده من توب جان اللي صدرت السنه دي. عشان اكون صريح معاكم، انا ما كنتش متوقع ان الفيلم هيحقق النجاح ده ولا انه هيعجبني، بالرغم من ان النجم توم كروز دايما بيحقق ارقام ايرادات كبيره جدا، وصعب قوي يخسر اي فيلم ليه. لكن زي ما قلت لكم في البدايه، بحس ان ده استسهال وافلاس فني، اني بدل ما اتعب واعمل شخصيه جديده واعمل احداث جديده، بجيب فيلم ناجح وببني عليه، بستغل طبعا شهره الفيلم في الجزء الاول وتعلق الناس بيه. عشان كده ما كنتش متحمس قوي للفيلم. لكن بصراحة آراء الجمهور وتقييمات النقاد لي، ومن بعدهم حجم الإيرادات، شجعتني إني أشوف الفيلم. ويلا بينا نتكلم عن القصة. الفيلم ده من اذكى الافلام السيكولز اللي اتعملت، او الافلام اللي تتعمل كجزء تاني. ليه بقول كده؟ لان بتتابع بسيط من المشاهد في اول الفيلم بيعرفك مين هو مافريك. حتى لو ما كنتش شفت الجزء الاول هتعرف طبيعه شخصيه مافريك، ولو انت كنت شفت الجزء الاول بيعرفك مافريك فين دلوقتي في حياته. بيورينا قد ايه مازال مافريك هو الشخصيه الخارجه عن القواعد المتمرده، اللي بتواجه كل الظروف والتحديات بشجاعه واحيانا بتهور. وهحاول ما اتكلمش اكتر من كده، استنوا معايا لفقره المناقشه في الجزء الثاني من الفيديو. You are here at the request of Admiral Kazansky, AKA Iceman. مافريك بيتولى تدريب مجموعه من افضل طيارين البحريه الامريكيه عشان ينفذوا مهمه من اصعب المهمات اللي ممكن تتخيلها. Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? وصدقني عزيزي المشاهد لما اقول لك ان المهمه دي تكاد فعلا تكون مهمه مستحيله، ميشن امبوسيبل يعني، مع اننا هنشوف توم كروز السنه الجايه 2023 في نسخه جديده من ميشن امبوسيبل حرفيا. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. في باقي احداث الفيلم بنعيش معاهم فتره التدريبات وبعدها تنفيذ المهمه والصعوبات اللي بتحصل فيها. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. دي قصة الفيلم ببساطة ومن غير أي حرق. تعالوا بقى نتكلم عن التمثيل. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. النجم توم كروز من أكتر النجوم اللي بيتعرضوا للنقد الشديد، ومعظم النقاد بيشوفوا إن هو ممثل محدود جدا، ومقدرش يعمل أدوار قوية باستثناء مجموعة من الأدوار القليلة جدا في بداية حياته.
زي أدواره في أفلام جيري ماجواير، A Few Good Men، The Last Samurai، وماجنوليا. لكن في الفيلم بتاعنا أنا شايف إن توم كروز قدر يأدي بشكل كويس جدا. في أكتر من مشهد كان فيه انفعالات واضحة جدا من شخصية مافريك قدر توم كروز يوريها لنا بشكل مميز قوي، بالإضافة لصعوبة تمثيل الانفعالات اللي بتحصل وهو جوه كابينة الطيارة، والمطلوب منه إنه يورينا الانفعالات والأحاسيس اللي هو بيحس بيها من خلال عينيه بس، ودي مسألة محتاجة شغل كتير جدا داخليا وخارجيا. شخصية مافريك بطبيعتها من الشخصيات الانفعالية جدا، يعني كل حاجة بتدور جواها بتظهر بسرعة عليها من بره. وما افتكرش ان هم مهتمين في الجزء ده زي في الجزء الاول انهم يبينوا عمق كبير في الشخصية، وده منطقي مع طبيعة مهنته كراجل عسكري. لكن بالرغم من ده في اكتر من مشهد قدر توم كروز فيهم انه يبين جزء من شخصية مافريك بشكل اكبر. لكن انا شخصيا مفيش اي مشاهد ضايقتني او ملاحظة سلبية في اداء توم كروز بالنسبة لشخصية مافريك. البطل المساعد في الفيلم هو مايلز تيلر، واللي بيقوم بدور روستر. وانا شخصيا بحب مايلز تيلر جدا بالرغم من انه بيتعرض لنفس الانتقادات اللي بيتعرض لها توم كروز. لكن انا من اول مره شفت فيها مايلز تيلر في دوره في فيلم ويبلاش وانا حبيت طريقه اداؤه وتمثيله البسيطه، وكنت متاكد انه مع الوقت اداؤه هيتطور اكتر، وده فعلا شفته في اداؤه المتميز في شخصيه البرت رودي في مسلسل دي اوفر. بجانب توم ومايلز ما اقدرش اقول ان كان في اداء مميز قوي من الممثلين، ما عدا طبعا المشهد العبقري اللي عمله إد هارس الفنان ده، انا بحبه جدا خصوصا اني لسه كنت متابعه في الموسم الرابع من ويست وورلد، كان عامل اداء خرافي زي كل مره. الادوار اللي عملها جليم باول وجينيفر كونلي كانت مقبوله وجيده الى حد كبير، ومش عايز اقول طبعا ان كان في مشهد مفاجاه وممثل كان وحشني جدا، بس ده هسيبه اتكلم عنه لفقره المناقشه. خليكم معايا واوعوا تقفلوا الفيديو قبل ما تشوفوا اللي انا هقوله عنه. ودلوقتي عايز اتكلم عن المايسترو مخرج الفيلم جوزيف كوزينسكي. ده مش اول تعاون بين توم كروز وجوزيف كوزانسكي، هما تعاونوا قبل كده سنه 2013 في فيلم اوبليفيون، والفيلم ده حقق نجاح كبير وقتها برضه. جوزيف مخرج متمكن جدا في ادواته في استخدام السي جي اي، وده واضح في افلامه اوبليفيون وترون ليجاسي، لكنه كمان بيقدر يواجه الممثلين بشكل قوي جدا، وده واضح في الفيلم اللي اخرجه سنه 2017 اونلي ذا بريف، واللي كان متعاون فيه معاه بطلنا الثاني مايلز تيلر. وما ينفعش طبعا انسى الدور المتميز جدا لمدير التصوير كلاوديو ميراندا، اللي قدر يعمل مشاهد متميزه جدا وزوايا تصوير عبقريه، مع مراعاه اننا بنتكلم عن تصوير في اماكن زي كابينه القياده في الطياره المقاتله. واللي ساعدهم في ده هو استخدامهم لكاميرات الاي ماكس 6K اللي تم تطويرها خصيصا عشان تصوير الفيلم، وده ادالنا في النهايه لقطات مميزه جدا، خصوصا اللقطات اللي جوه المقاتلات في ضوء الشمس القوي. جوزيف كوزانسكي عمل شغله بشكل متقن وبارع جدا، وانا متاكد ان فيلم توب جان هيكون نقطه مهمه جدا في مسيرته الفنيه في هوليوود. وطبعا كان عاجبني جدا استخدامهم للموسيقى المميزه اللي فاكرينها من الجزء الاول اللي عملها هارولد فولتر ماير، وفي الجزء ده شارك معاه هانز زيمر، كمان ليدي جاجا ليها اغنيه مميزه جدا في نهايه الفيلم. No turning back now. فيلم توب جان مافريك فيلم رائع جدا، استمتعت بكل لحظة فيه، وفعلا أبهرني بكم المشاهد المتقنة وطريقة عملها، ومبسوط جدا إن أشوف حجم الإيرادات ده بيتحقق من خلال شباك تذاكر السينما بعيدا عن الإيرادات اللي بتحصل من خلال العرض على المنصات. تقييم الفيلم هو 9/10، وبرشحه لأي حد يتفرج عليه سواء شاف الجزء الأول أو لا. وبكده ينتهي الريفيو. لو أنت ما اتفرجتش على الفيلم وقف دلوقتي وروح اتفرج عليه، وبعدين تعالى كمل الحلقة معانا عشان هتكلم في المناقشة بتفاصيل أكتر وهنحرق أحداث كتير. ولو انت مش فاضي تتفرج على الفيلم هسيب لك هنا لينك لملخص ظريف كده هيلم لك الاحداث كلها. اما بقى لو انت اتفرجت على الفيلم تعال نتكلم عنه بشكل مفصل مع حريه في حرق الاحداث. زي ما قلت في الاول ان بدايه الفيلم كانت ذكيه جدا، تتابع مشاهد بيورينا ان مافريك موجود في المكان الخاص بتاعه، مش متولي قياده او حتى ما بقاش مدرس في مدرسه توب جان زي ما انتهى الجزء الاول، لا موجود في المكان بتاعه وواضح ان هو طيار اختبار ولسه برتبه نقيب. كل ده بيشرح لنا من غير جمله حوار واحده ايه اللي حصل لمافريك لحد دلوقتي. مافريك لسه زي ما هو، مش بيقبل ان يتحط له حدود او يمشي حسب القواعد الصارمه،
وده كمان بيتأكد في مشهد اختبار الطيارة الخارقة، وبعدها بنعرف التفاصيل في المشهد اللي بيتكلم فيه إيد هاريس وبيستغرب ازاي واحد زي مافريك واخد كل النياشين ومحقق كل الأرقام القياسية دي ومع ذلك لحد دلوقتي برتبة نقيب وما بقاش لواء أو سيناتور مثلا. عجبني جدا المشهد لما مافريك بيشوف روستر مع أصحابه وبيفتكر ذكرياته مع والد روستر. بالمناسبة كل اسم من أسماء الطيارين اللي بيسموها لنفسهم في الفيلم الممثلين هم اللي اختاروها، يعني مايلز تيلر هو اللي اختار ان يسمي نفسه روستر، ونفس النظام ده جليم باول هو اللي اختار لنفسه هانج مان وفان بوي وبيباك وكل الاسامي دي. الممثلين اللي عملوا الادوار هم اللي اختاروها لنفسه. نرجع للمشهد المهم ده، توم قدر يعبر عن نفسه وعن احساسه بالندم اللي لسه عايش فيه لحد دلوقتي بعد وفاة زميله جوس في الجزء الاول، لان مافريك بيعتبر نفسه هو المسؤول عن ده بعد ما قام بحركة متهورة. في نفس الوقت مافريك حاسس بالخوف على روستر، خايف انه يواجه نفس مصير والده، خصوصا انه عارف ان المهمة اللي هيقوموا بيها مهمة صعبة جدا وتكاد تكون مستحيلة، واحتمال انهم يرجعوا منها احتمال ضعيف جدا. كمان في مشهد تاني عجبني قوي، هو مشهد المواجهة بين مافريك وروستر. المشهد كان بسيط جدا، ما كانش فيه كلام كتير، لكن الاتنين قدروا يورونا حجم التوتر اللي بينهم واللي اتحول بعد كده لتعاطف متبادل بعد ما فهم كل واحد منهم دوافع التاني وطبيعة شخصيته. زي ما قلت كمان مشاهد الطيران كانت مبهرة جدا، وعايز اقول لكم ان الممثلين اللي مثلوا الفيلم اتدربوا لمدة 3 شهور، وكان من ضمن التدريبات انهم بيطلعوا طلعات حقيقية في طيارات F-18 مع طيارين عشان يتعودوا على الاجواء جوه، وكمان عشان يتمرنوا ويأهلوا نفسهم جسديا لفرق الضغط ومقاومة الجاذبية. كان مطلوب منهم انهم يدربوا نفسهم على اظهار انفعالاتهم وقت المواجهات الجوية، لان توم كروز كان مصمم ان يتم استخدام الجرين سكرين باقل صورة ممكنة، وتم تنفيذ المشاهد بطريقة عبقرية فعلا، ومعظم المشاهد اتصورت جوه طيارات F-18 سوبر هورنت حقيقية. طيب هل كل حاجة في الفيلم كانت ممتازة ومفيش اي سلبيات؟ لا طبعا، كان في شوية حاجات ما عجبتنيش، منها مثلا العلاقة اللي بين مافريك وباني. انا مش شايف ان ليها اي لازمة، ومش شايف ان ليها اي فايدة درامية او في تحريك الاحداث، يعني لو ما كانتش موجودة تقريبا ما كنتش هحس باي فرق، وكمان ما كانش في مشاهد كتير لباقي الطيارين، وده خلانا ما نقدرش نتعاطف معهم بشكل قوي بحيث ان ده يأهلنا واحنا بنتفرج على وقت تنفيذ العملية اننا نتفاعل معهم بصورة اكبر. يمكن الوحيد اللي اتعمل له مشاهد كويسة هو جليم باول اللي عمل دور هانج مان، وعايز اقول لكم على معلومة، جليم باول كان مرشح ان هو يأدي دور روستر، ولان تجربة الاداء بتاعه عجبت توم كروز جدا ومع المخرج وشركة الانتاج قرروا انهم يضيفوا دور هانج مان في الفيلم، يعني دور هانج مان ما كانش موجود اصلا في السكريبت الاصلي. وطبعا لازم اتكلم عن المشهد العاطفي العبقري اللي كان موجود فيه فال كالمر، واللي اتعمل بشكل حلو قوي مع مراعاة الحالة الصحية لفال كالمر دلوقتي، واعتقد ان مشهد الوفاة اللي اتعمل شخصية ايس هو اكبر تكريم لفال كالمر من صديقه توم كروز. حاجة اخيرة بس عايز اقولها، فعليا لو العملية دي هتتنفذ في الحقيقة عمرها ما هتتنفذ بطيارات مقاتلة، هي هتتنفذ باستخدام صواريخ كروز، لان طبيعة الموقع الجغرافية والتكتيكية مستحيل انك تخاطر فيها باستخدام طيارات مقاتلة. الاحسن انك تستخدم صواريخ كروز بكثافة عالية جدا بحيث انك تضرب فتحة التهوية وبعدها تضرب المصنع وتضمن نجاح العملية بشكل كبير. لكن كل ده مأثرش في استمتاعي بالفيلم وانبهاري بيه، بالنسبة لي هو واحد من أفضل أفلام السنة دي، وواحد من أفضل الأفلام الحربية في آخر 10 سنين تقريبا، بعيدا طبعا عن فكرة إنه دعاية أمريكية موجهة بنسبة 100%. موضوع الدعاية الأمريكية في السينما هخليه الحلقة لوحده وهتكلم عنه بشكل مفصل أكتر. أتمنى الريفيو والمناقشة يكونوا عجبوكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا رمز الجرس، وعايزكم تقولوا لي رأيكم في الفيلم، إيه اللي عجبكم فيه وإيه اللي ما عجبكوش، واستنوني إن شاء الله في ريفيوهات جاية أكتر.